تحدثت رئيسة بعثة مصر المكلفة من صندوق النقد الدولي، تحدثت عن انه ازاي مصر زيها زي الدول الاخرى تأثرت بالازمات العالمية وتحديدا الازمة الروسية الاوكرانية، فكان مهم جدا وجود هذا البرنامج اللي مدته 6 شهور. تحدثت عن اهمية كمان او ده ازاي هينعكس على دور القطاع الخاص في الفترة القادمة وعلى الاقتصاد. ايضا تحدث في هذا المؤتمر الصحفي السيد محافظ البنك المركزي، تحدث عن الإجراءات اللي هيتم يعني وجودها واتخاذها في الفترة القادمة، تحدث عن سد الفجوة التمويلية ومضاعفة الاحتياطي، وتحدث أيضا عن تحرير العملة المصرية أمام العملات الأخرى، وكمان يعني تحدث عن أنه إزاي هيكون في أولوية انه ده هيكون يعني اعطاء الاولويه للهدف الاساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الاسعار ومواجهه التضخم. خلونا نستمع لهذا الجزء ايضا. الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي جاء نتيجه مناقشات مثمره بين السلطات المصريه وصندوق النقد الدولي، والذي اتفق فيه الطرفان على حسبه متكامله من السياسات والتدابير والاصلاحات الاقتصاديه والهيكليه المتسقه مع برنامج الاصلاح الوطني. سيعزز ذلك الاتفاق من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرا. وعلى جانب السياسة النقدية، بدأ البنك المركزي المصري في تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف، فيما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري. والبنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام، حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية في كل من ال4 سنوات القادمة، وإن شاء الله إحنا بنستهدف على الأقل مضاعفة الاحتياطي بتاعنا في هذه الفترة.